لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة 3/5 مايو، والنهاردة القمر موجود في برج الميزان. عندنا كمان عطارد والشمس وأورانوس التلاتة في برج التور، وفينوس في الجوزاء، والمشتري وبلوتو في الجدي، والمريخ وزحل في الدلو، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر في وجه برجكم، او مازال في وجه برجكم. مهم جدا النهاردة ما تستسلموش للعصبية والتشاوش. مهم كمان ما تغامروش ماليا، ما تغامروش في اي قرارات على كل الاصعدة، سواء كان على الصعيد الشخصي او المهني او في المعاملات عموما مع كل اللي حواليكم. مهم كمان في الحركة وفي السواقة تتحركوا براحة وتسوقوا براحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج التور. ومواليد التور النهاردة عندكم القمر في منزل العمل وفي منزل الصحة الإيجابي. ده بيديكم طاقة ونشاط، وتعرفوا انكم تنجزوا شغلكم على اكمل وجه، وتقوموا بواجباتكم بفعالية. الواجبات دي سواء كانت واجبات مهنية او واجبات منزلية، هتقدروا انكم تستخدموا اقصى طاقاتكم، وتعرفوا تستغلوا كويس مواهبكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم او مازال بيديكم طاقة عاطفية، وتعرفوا تتفاهموا بصورة افضل مع الشخص اللي بتحبوه. ممكن تقضي اوقات حلوة عاطفيا، وكمان لو عندكم اولاد تعرفوا تحققوا تفاهم افضل مع اولادكم. في الشغل كمان عندكم حماس وطاقة اكتر وقوة ملاحظة، ده كل جسدكم تعرفوا تقروا ما بين السطور، وتعرفوا تنجزوا شغلكم وتوجهوا طاقتكم في اتجاه سليم. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس عائليا واجتماعيا. مواليد السرطان مهم النهاردة انكم تحاولوا تكونوا لبقيين وتكونوا متماسكين قدام اي استفزاز. ممكن يكون عندكم شعور بعدم الاتزان او بفوضى في المشاعر. مهم تحاولوا ترتبوا مشاعركم افكاركم، وتحاولوا ما تتسرعوش في ردود افعالكم. اصبروا لغاية بكرة، بكرة الوضع الفلكي افضل كتير معاكم، فلا تتخذوش اي قرارات متسرعة، وردود افعالكم مهم ما تكونش متسرعة. حاولوا كمان تتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او اي نقاش او جدال ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب والاصحاب. نروح بعد كده لبرج الاسد. مواليد الاسد النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم، القمر في منزل العلاقات، بيديكم لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية وقدرة على الاقناع وقدرة على التفاوض. كل ده بيساعدكم تبرزوا مواهبكم، وممكن يكون في فرصة كمان لحل اي نزاعات فاتت او تعملوا صلح مع اللي حواليكم، لان عندكم قدرة تتبعوا علاقتكم بكل اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندكم القمر مازال في المنزل التاني، ومازال تركيزكم ممكن يكون اقل. مهم اوي تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها، وتعتنوا جدا بحساباتكم عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب لكم في خسارة. مهم ما تتسرعوش عشان تعرفوا تحققوا المكاسب. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندكم القمر في برجكم، وبتعرفوا النهاردة تجذبوا الانتباه ليكم. عندكم سحر وتألق وجاذبية،
وده بيساعدكوا تلفتوا الأنظار وخصوصا أنظار الجنس الآخر. كمان النهاردة عندكم قدرة تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهاردة عندكم الأمر في منزل الصحة السلبي، هو من امبارح في منزل الصحة السلبي، ده ممكن يخلي طاقتكم أقل، فما زال الفلك بينصحكم انكم تاخدوا وقت كافي من الراحة وتحموا نفسكم من أي عدوى. هتنفعكم العزلة النهاردة وكمان بتنفعكم في انكم تعرفوا تخططوا وتحددوا اتجاهاتكم اللي جاية. مهم جدا النهاردة تحافظوا على السرية والكتمان، ما تعلنوش خططكم وبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة الفلك بيدعمكم جدا، القمر في منزل الأصحاب، فإذا كنتوا منتظرين موافقة من حاجة في العمل ممكن بسهولة تحصلوا عليها، يعني مهنيا الفلك بيدعمكم من السهل النهاردة انكم تحصلوا على دعم او مساندة من زملاء في العمل او رؤساء في العمل. في العلاقات الاجتماعية من السهل كمان تحصلوا على مصالح مخلصة او تبادل فكر مفيد مع الاصدقاء. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر مازال في وضع معاكس ومازال عندكم ضغوط مهنية، ممكن تكون عرضة لاستفزاز في الناحية المهنية. حاولوا تكونوا صبورين ومتظهروش غير الهدوء قدام، خصوصا قدام اي نقد او قدام اي استفزاز. نروح بعد كده لبرج الدم مواليد الدم. النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، ده بيديكم فرصة تحققوا نتائج إيجابية وتحققوا نجاحات. النهاردة ممكن يكون في فرص انكم تعملوا مكاسب مالية، وعندكم كمان استعداد للتركيز اكتر وتعرفوا تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم وتحققوا تطور. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، وده بيديكم يوم مناسب انكم تعملوا تنمية للمدخرات او للاملاك. النهاردة كمان تعرفوا تخططوا كويس لمستقبلكم وتخططوا كويس لتنمية املاككم ومدخراتكم، وممكن اي ظروف كمان تساعدكم انكم تحصلوا على معلومات كانت مختفية او خافية عنكم فتقدروا تكتشفوها بسهولة النهاردة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.